وصل الحجاج التشاديون إلى مشعر منى، حيث اتخذت كل التدابير اللازمة من قبل اللجنة المكلفة بنقل واستضافة الحجاج. علي فاضل قدركي موفدنا الخاص يحدثنا عن المزيد. بعد ليلة طويلة قضاها الحجاج وسط الزحام، تحط رحالهم هذه المرة بمشعر منى. في هذه الخيم يستعد الحجاج جسديا وروحيا للحج الأكبر يوم عرفة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، حيث ينفر الحجيج غدا الخميس للوقوف بصعيد عرفة. وفي أثناء تسكين الحجاج ألقت اللجنة الدائمة للحج والعمرة القبض على بعض الأشخاص المتسللين من التشاديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وبحوزتهم بطاقات مزورة يبتغون السكن مع الحجاج القادمون من تشاد. الحجاج التشاديين نحن عملنا لهم خطه عن السكرتيه سيرفيت السكرتيه كل شالات مسؤوليته، ونينا كسليل تقنيه كل قسمنا حتى في منى، هنا في منى كثير من الباتش الناس ادلو في لبل هله ممكن بندي دول وكي، وفي الابواب ده في اوين وفي يال دغاغ وعملوا باتش القاتل شهودا هم يدخلوا ممكن هدفهم يسرقوا او يحجوا الله اعلم كثير لقينا. دونك الحجاج الشاديين ان شاء الله سكرتيه هنام عامنا هنام كويس حاليا ده ان شاء الله كله في المنى القادين ده ما في زول تاني دخل معهم في المنى ان شاء الله. بهذه الخطوة يقترب الحجاج اكثر فاكثر من انتهاء رحلة الحجة. الان ما بقي لهم الا ان يقفوا بصعيد جبل عرفة داعين الله عز وجل ان يتقبلها منهم ويغفر لهم ذنوبهم. من مشعر منى، علي فاضل قدركي الى التلفزيون الوطني. حجا مبرورا وسعيا مشكورا.